يستضيف الزمالك الآن فريق بيراميدز في الجولة 28 من الدوري الممتاز، وقد انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الزمالك بهدفين دون رد. نتحول لمشاهدينا إلى البطولة نفسها، حيث فاز الإسماعيلي على ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث تعادل الجونة مع مضيف البنك الأهلي بهدف لمثله. بهذا التعادل رفع الجونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع. أفادت تقارير صحفية أن هناك ثلاثة أندية تتنافس من أجل الحصول على خدمات الدولي المصرية لاعب نادي فولفسبورغ الألمانية عمر مرموش. وأوضحت صحيفة كيكر الألمانية أن فولفسبورغ لم يقدم حتى الآن عرضا لمرموش لتمديد عقده الذي ينتهي في 2023، مضيفة أن أندية برينفورد ونوتنغهام فورست الإنجليزيين وإسبانيول الإسباني تتنافس على ضم مرموش. نهاية أخبار الرياضة، وعودة ليوسف وإلهام إليكما. شكرا لك ميرفت.